مسابقة ثقافية نظمت بمدرسة أوائل درنة وتضمنت جوانب عدة في شتى أقسام العلوم والرياضة والمعلومات العامة، وحمست الطالبات للتنافس واستعراض معلوماتهن الثقافية. أقيمت اليوم مسابقة ثقافية في مدرستي، كانت مسابقة ممتعة جدا وجميلة جدا. طبعا كانت مسابقة جاتنا بعد رست من الأيام اللي كان فيها ضغط من الدراسة والقراية يعني وهكي، فكانت يعني مسابقة كمية المعلومات الثقافية اللي فيها استفدنا منها نو صديقاتي طبعا المشاركات بدرجة يعني بطريقة كبيرة بكل. كما نعرف مدرسة أوائل درنة في منهجها قائم على الفهم والتحليل دون الحفظ والتلقين، ومن خلال هذه المنهج اكتشفنا مواهب عديدة في هذه المدرسة في جميع المجالات، في مجال الفني ومجال الرياضي ومجال الثقافي. المسابقة أثرت المعلومات العامة لدى الطالبات وحثتهن على بذل مجهود أكبر وإقامة مسابقات ثقافية أخرى لإذكاء روح التنافس والتعاون فيما بينهن.